رحب بالسيد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يا سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا الحمد لله بحضرتك. تمام. على فكرة أنا من ساعة ما التنسيقية ظهرت للناس وظهرت على الأرض، شغلها بان على الأرض، وأنا بحملكم مسؤولية كبيرة قوي، فيعني مسؤوليتكم في غاية الأهمية والضرورة أيضا لمعرفة الشباب اللي زيكم، وكمان نشتغل على الأطفال نفهمهم يعني إيه دولة، ونفهمهم يعني إيه وعي، ونحصنهم زي ما بنقول كده، عارف التطعيمات كده اللي بتكتب من الدكاترة من كل فترة كده محتاج ياخد تطعيم، احنا عايزين فكرة الدولة وفكرة الوعي تبقى عاملة زي التطعيم كده، يعني من وقت للتاني وطول الوقت يبقى شغال. صحيح، لا مش سامعك. طيب خلينا نحاول نتصل تاني بسيادة النائب محمد عزمي، لانه الحقيقة شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين كمان مستقبل وطن وكل الاحزاب الحقيقة عليها دور في غاية الاهمية، عليها ان هي تنزل الجامعة زي ما انا قلت، وعليها ان هي تتناقش وتتحاور مع الشباب، بتكلم على مستوى جمهورية مصر العربية كلها، كمان دورهم مهم جدا في مراكز الشباب جدا، تكلموا معاهم على مش كلام يعني مش عايزاهم ينزلوا ويبقى في خطبه كده عن الوعي وخطبه عن الدوله، لا اتناقشوا معاهم، اسالوهم قولوا لهم يعني ايه، يعني ايه دوله؟ انت تعرف يعني ايه دوله؟ يعني ايه وعي؟ يبدا هو يقول لك اللي عنده، وانا يعني ده ما يقللش منه ان هو ما يعرفش يعني ايه وعي وما يعرفش يعني ايه دوله، لا كويس ان احنا نعرف انه مش عارف علشان نشرح له ونشرح له صح. سيادة النائب محمد عزمي برحب بيك مجددا. ايوه فندم، مع حضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. بقول لحضرتك اتفضل. كنت بقول لحضرتك ان خطاب السيد الرئيس النهارده يؤكد على اهميه هذا الوعي في مواجهه التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه، وخلينا نقول ان هذا الوعي ما هو الا ادراك من المواطنين لحجم المشكلات او حجم المواجهه او حجم الاستهداف اللي بيجي على الدوله المصريه. كلنا النهارده بنعي ما هي اهميه صناعه دوله فاشله، تكون فاشله في اداره مؤسساتها وازاي كيف تفشل دوله، ده في حد ذاته صناعة طبعا، صناعه ازاي تصنع دوله فاشله من دوله مستقره، ازاي تحولها لدوله فاشله. صحيح، ده عن طريق استهداف هذه الشباب وهذه المواطنين عن طريق بس موضوعات سلبية تخلي هذا المواطن عنده القابلية ان هو يصدق هذا الخبر الكاذب، فبالتالي مهما كان فيه ايجابي ومهما كان احنا بنعمل سوف يتجه الى هذا الخبر السلبي. ده اللي بتحاول لو هو بيلعبها كمان استاذ محمد على فكرة ان هو يجيب لك جزء من الحقيقة او يجيب لك جزء من مشكله، مبدئيا لازم نبقى كلنا متفقين عشان نعرف نكمل مع بعض الحوار، وانت تقتنع، انا مش بكلمك انت كمحمد عزمي، بكلم طبعًا المواطن بشكل عام طبعًا، انت تقتنع بكلامي لازم نبقى متفقين مبدئيا انه مفيش دوله ما عندهاش مشاكل. لو اتفقنا على العنوان ده انه مفيش دوله ما فيهاش مشاكل، هنعرف بقى ناخد وندي مع بعض. تقول لي بس في مشكله في الحته الفلانيه، هقول لك طبعا في مشكله في الحته الفلانيه. هتقول لي بس في خلل في الجزء الفلاني، هقول لك في خلل في الجزء الفلاني، بس مفيش دوله لازم نبقى متفقين ما فيهاش مشاكل وما فيهاش قصور في جزء ما. وخليني اقول لحضرتك برضو ان الاهميه هنا في ان يبقى عندنا مجموعات من المواطنين كبيره، احنا 100 مليون مواطن واكثر، مجموعات كبيره من المواطنين عندها هذه المناعة زي ما بنقول، وازاي يبقى عنده هذا الفاكسين او المضاد الحيوي اللي حضرتك قلت عليه لكي يواجه هذه الشائعات او هذه الاخبار او هذه الاكاذيب اللي ممكن تؤثر على هذا الرأي وتخلق رأي عام مضاد ومخالف للواقع وللحقيقة. نعم. وده اللي الدولة المصرية بتنتهي. وخلينا برضو نقول يعني نكلم الناس ببساطة عن الوعي، ده مهم جدا. ما انا لسه بقول انا مش عايزه حد يمسك ميكروفون ويقعد ويقول خطبه فظيعه ويقول كلام تخين ومجعلص لا ببساطه جدا. لا احنا محتاجين نقول، وزي ما بقول لحضرتك انا هقتبس من كلام شيخنا الجليل الشيخ خالد الجندي، ان زمان اهالينا كانوا لما بيشوفوا واحد فاهم وعنده يقول لك ده واعي،
اما نشوف اما حد يحب يحذرك من حاجه غلط يقول لك اوعى، اما حد تلاقيه تايه كده يقول لك ده غائب عن الوعي. فالوعي هو اهم شيء في بناء الوطن، ومعركة بناء الإنسان المصري اللي الدولة بتاخدها اليوم أساسها هو الوعي وبناء الوعي الحقيقي. نعم. الوطني. عليكم مسؤولية كتيرة أنكم تنزلوا الجامعات وتنزلوا مراكز الشباب، ولغة الشباب بتاعتكم هي لغة مشتركة هتبقى مع، مش بتكلم طبعا مش لازم حضرتك بشكل شخصي، أنا بتكلم على التنسيقية بشكل عام.